السلام عليكم، تحياتي يا جماعة، أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا. النهاردة هنتكلم في حاجة بسيطة وسهلة هنتكلم فيها مع بعض، بس الأول أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. وما تستغربوش إن أنا لابس كمام ولابس جوانت، بس أنا هرش الكلاب بتاعتي النهاردة من القراد ومن البراغيث ومن الحشرات، ومنع لأي حاجة تخش عندي على الكلاب، ومنع لأي حاجة تخش مكاني. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا مرطبين لهم الارضيه وراشين قدام حضراتكم زي ما اتكلمنا اهوت، عشان خاطر الحر وموضوع الاحتباس الحراري والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله. هو ده الرش اللي احنا بنستعمله هنا قدام الكاميرا اهو قدام حضراتكم، هو ده الرش اللي احنا بنستعمله هنا زي ما حضراتكم شايفين. بناخد غطا من الرش ده، من العلبه دي، بنفضيها مثلا على ازازه ميه لتر، على بخاخه عنز زي ديت، تمام، واملى ميه وارجها كويس وابتدي ارش الكلب. الرش ده مش سام، بس انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تحافظ على كلبك. انت رش كلبك بالطريقه الصح، هنوريكم اهو في الفيديو. تعالى بينا كده، يلا الكاميرا تيجي معايا هنا بعد اذنك، وقف هنا معانا شيكو هنا. طبعا شيكو ما يعرفش يعني ايه لسه اللي احنا هنعمله ده، مستغرب، بس يا ما تقلقش، هدي كلبك وطمن الكلب ان دي حاجة عادية جدا. بس يا بابا، بس يا بابا، بس يا بابا، شاطر. هدي الكلب خالص. بس جود باي جود باي، ورش الكلب بالراحة. بس طبعا هو زي ما انتم شايفين كده، هو ما شافش الكلام ده قبل كده، فاحنا واحدة واحدة. زي ما انتم شايفين اهو، انا محافظ على منطقه الانف، لازم انا احافظ على منطقه الانف والعين، ده اساسي، واللسان نقطه اساسي. ودايما وانا برش الكلب ادعك الكلب كويس. بس يا انف ودايما وانا برش الكلب ادعك الكلب كويس، عشان خاطر الرش ما يبقاش من على شعر الكلب بس من بره، لازم الرش يوصل لجلد الكلب من تحت، وافضل ارش الكلب حفاظا بقى من الحشرات والبراغيث. بس يا بابا، بس يا شيخ، بس زي ما حضراتكم شايفين كده، ما قالش الكلب بتاعي خالص. لازم انا ابقى متفاهم معاه، افهمه ان ده مش غلط، ان دي حاجه زي نظام نظافه ليك، وحاجه مش هتضرك ومش هتضرني انا نفسي في المكان في نفس الوقت. زي ما انتم شايفين كده، احاول بقدر الامكان ان انا ارش الكلب كويس جدا. طبعا شيكو هنا بقى عنده قابليه للموضوع، عادي مفيش مشاكل. الرش ده مش سم، بس انت برضو احنا بنقول انت استخدم الرش اللي يريحك. انا الرش ده بالنسبه لي بيريحني، بعون الله لو في حاجه في مكاني اكتر من 3 ايام مع الرش ده بجسم الكلب او على ارضيه المكان او في قلب المكان نفسه بالرش ده، 3 ايام بالظبط بامر الله، وما بلاقيش اي حاجه تانيه. فانا بحب استعمل الرش ده، انا وريته لحضراتكم اهو في الفيديو وقربته من الكاميرا عشان تشوفوه، وابتدي ادعك ظهر الكلب كويس. زي ما انتم شايفين كده، الرش يمشي جواه وفي نفس الوقت ما يبقاش الرش على شعر الكلب. بس يا بابا، بس يا رعد، وفي نفس الوقت ما يبقاش الرش على شعر الكلب من بره يقوم يلحسه. فانا بحاول بقدر الامكان ان انا امشي الرش بتاعي ده جوه في جلد الكلب نفسه، لان الحشره مش واقفه لك بره، الحشره متداريه جوه الكلب نفسه. فاحنا بامر الله بنعمل اللي علينا وبنسيبها على الله. شيكو هنحاول اهوت نرش صدر الكلب بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. ادي صدر الكلب معانا. بس يا بابا، بس هنرش رجل الكلب مثلا. بس يا شيكو، ودي المناطق اللي لازم ان انا ارش فيها بالراحه. بس واحده واحده، ما اقلقش الكلب خالص. بس يا بابا، هنرش الرجل الثانيه. وطبعا شيكو عشان اول مره يجرب موضوع زي ده فقلقان شويه. الكاميرا ايه، الدنيا مظبوطة؟ تمام، الله ينور.
بنحاول نوفر لكم الأدلة البسيطة اللي احنا بنستعملها في مزرعتنا، واحنا برضو اخواتكم الصغيرين وبنتعلم منكم، وربنا يسترها معانا ومعاكم يا رب. ادي شيكو بسم الله ما شاء الله، خد الشاور بتاعه زي ما حضراتكم شايفين، وترش الرشه بتاعته، هو قلقان ومش هينفع ان احنا نضغط عليه، هو كلب تدريب عندنا وكلب جدع وكلب رجوله، فاحنا بنحاول ان احنا برضه الحاجه اللي عندنا في المزرعه نقدر نهتم بيها بقدر الامكان، لان دي حاجه ناس محترمه وامنون عليها، فاحنا لازم نكون قادرين بالثقه دي ونقدر ان احنا نقدم اي حاجه بسيطه للناس دي عشان نكسب حب الناس والناس تكسب حبنا. وعلى راي المثل من حب ربه حب في خلقه، وربنا يجعلنا يا رب من الناس اللي بيحبهم، وانا بحبكم جدا. تابعونا كده نشوف رعد هيعمل ايه. تعالى رعد، بس يا بابا، بس يا بابا، بس يا بابا. طبعا رعد مستقبل الموضوع جدا، مفيش مشاكل، بس يا بابا، بس هو عنده مشكلة اللحس، فأنا مع رعد بقدر الإمكان أخلي بالي، بس يا بابا، بس هو الرش مش سم، بس عشان ما إيه مفيش حاجة تخش معدة الكلب تقرفه وتقلقه، بس يلا، إهدى، زي ما انتوا شايفين كده، آه ولع. ولا رعد يلا جدع يلا، انتظر له شغل حراسة مميز بأمر الله، صاحبه عايزه كلب شرس وكلبه مطيع، طب أمر الله نوريكم له شغل طاعة وحراسة، شراسة مبادئ وطاعة مبادئ، وضرب بالكمامة ضرب حديد، ونقدر نزور لكم منه شخصية كويسة جدا، بس يا حبيبي، بس يا بابا، ونقدر نزور لكم منه شخصية كويسة جدا، عشان هو كلب رجولة، كلب جدع، كلب بينفذ معاك في أي حتة وفي أي مكان، بأمانة الكلب ده من الراعي الألماني، من كلب من سلالة الراعي الألماني، زي ما حضراتكم شايفين أهوت، بس كلب بسم الله ما شاء الله عليه، كلب راجل 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 راجل، وأنا عن نفسي بحبه وبموت فيه، دايماً حسس الكلب بالأمان، خش بدماغ الكلب، حاول تعرف الكلب اللي مع حضرتك ده ظروفه ايه، بيقلق بيخاف، كلب عايز يخرج مش عايز يخرج، جعان مش جعان، طايق ان هو يعيش معايا، مبسوط ان هو يعيش ان هو عايش معايا، نفسيته مرتاحه، ولا ليه صاحب، بس يا بابا، ولا ليه صاحب قبلي هو نفسه ان هو يرجع له تاني، طب انا لو متمسك بالكلب وعايز الكلب يبقى متمسك بيا اعمل ايه؟ احنن الكلب ازاي؟ ما اعرفش، تجيب بقى شوكولاته، تجيب دراي، تاخد الكلب وتخرج، تلعب مع الكلب، تكنيك تحنن في الكلب لما الكلب بص بقى يقول لك انت الولي عليا، وفي نفس الوقت مش احنن في الكلب ان الكلب ياخد وضعه عليا، يسيطر عليا، ياخد سيطرته عليا، انا القائد، ما ينفعش تبقى انت القائد، فزي ما انتم شايفين اهوت انت تتعامل مع الكلب عادي جدا، ادي طريقه رش الكلب بالقراد والبراغيث، وفي نفس الوقت اهو ده ماشي على الكلب، والكلب 100 100 الحمد لله، وبنطمن عليهم، ولو في اي حاجه او في اي مشكله في اي كلب تزعلني طبعا وتقلقني جامد، لان احنا لازم نحافظ على حاجه الناس دي زي ما امنونا عليها، وبرده لازم الكلب يبقى راجل الراجل في تدريبه. تعالى بينا كده عند الأشقية، تعالوا بينا كده العنبر، صور هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى سيزر، معانا سيزر، كاميرا تمام، حاسب ارجع ورا، أنا قلت لك خش، آخرك على الباب، خد ركن هنا، معلش هو أول مرة بس تشتغل معانا، خلي بالك دايما وأنت داخل على الكلاب. الكلب اللي هيقوم، يعني انا لو مش واقف كانت لامس كده، الكلب اللي هيقوم من مكانه ولو مش واخد باله هيمسكك، اكلمك جد، فانت خلي بالك عشان ربنا يستر،
صورنا الله سيزر تعالى تعالى طبعا سيزر مريح زي ما انت شايفين ان احنا مرطبين لهم الدنيا رشين العربيه ومنظفين لهم العنبر ده المبيت بتاعهم طبعا كل مجموعه في بيتها سيزر هنا اهوت قدام حضراتكم كاميرا تمام قرب سنة لو عايز بس ما تخش عند الكلب قرب سنة انزل 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 بس تمام سيزر اهوت كلب الدنوار بسم الله ما شاء الله من اقوى الكلاب اللي بتحرس مكانها كان جاي يتدرب عندنا مبادئ تدريب طاعة وحراسة وبأمر الله بأمر الله بأمر الله بعون الله لازم أنا أسلمكم سيزر راجل لازم تشوفوا له مرحلة أنتوا تحبوها وبأمر الله عن قريب أصور لكم سيزر وويسكي وناسي التلاتة مع بعض في فيديو واحد تدريب على أول بدايات الشراسة وأنتوا تدينوا رأيكم هو بقالهم دلوقتي معانا 7 أيام شغالين معايا بعمل لهم اختبارات الكلاب دي لسه ابتديت اعمل ثقه ما بيني وما بينها في مفيش مش اكتر من يومين بقالهم معايا 7 أيام ولسه الكلب ابتدى اهي يحن معايا انت ما تخافش منه الكلب ما يعرفش اي حاجه فانت ما ترهبوش خليك صاحب دايما للكلب خلي الكلب يشوف في عينيك ان انت بتخاف عليه ان انت ما انتش عايز حاجه تاذيه تمام هتبص تلاقي كلب حضرتك ماشي معاك 100 100 وكلبك على ما تربيه من الاخر في واحد عايز يجنن كلبه بيجننه في واحد عايز يخيب كلبه بيخيبه في واحد عايز يدرب كلبه ان هو بقى برد فرن وان عادي ان انا لو قاعد على كافيه او في اي حد من اصحابي قابلني وقال لي رايح فين بالكلب وحب يتصور مع الكلب يتصور ويبقى برده في كنترول ما بيني وما بين الكلب ان انت لو انا مش عايزك تحط ايدك على كلبي مش هخليك تحط بس انا اللي بدي الامر للكلب ففي ناس بتحب كده وفي ناس بتحب كده وفي ناس بتقول لك انا شغل كلبي طاعه بس ما شغلوش شراسه فكل الناس كل واحد له رايه في موضوع تربيه الكلب واحنا بامر الله احنا معاكم واللي عايز يتعلم حاجه هنقدر نعلمها له واحنا تحت امر الجميع وربنا يسترها معانا ويا رب دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم ادي الحق طوت واكل ونايم ومريح نفسه هنرشه في السريع كده اوعى 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 تعال تعال ما انت كنت نايم ايه مستغرب كان بلاك كود رويال بلاك بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لاصحابه فيه احنا رشينه قريب فمش هنتقل عليه قوي ونسيبه ياخد وقت راحته عشان هو كان بينط من على الحاجز للمهاجم ورجله انجزعت فريح يا ماكس معانا بصوا بقى ده اللي احنا بنتكلم فيه لسه الكلام ابتدت لسه ها بتتعرف فانا ما ينفعش اخش عليها بحاجه مش عارفاها تقلق منها فانا واحده واحده تعالي شاطر واحده واحده مع الكلب هروقك احمي نفسك واحمي كلبك وخلي ثقتك في ربنا كبيرة ادي الكف والحمد لله زي ما حضراتكم شفتوا كده احنا بنطهر الكلاب وبنطهر مكاننا والحمد لله مروقين عليهم ورشين على ورشين تحتهم تحت عشان الاحتباس الحراري وهنوريكم لهم فيديوهات كتير وشغل كبير تعالى بينا زي ما حضراتكم شفتوا كده الحمد لله خلصنا
استنوني. انتظرونا في الحلقة القادمة، ويا رب نكون قدرنا نفيدكم بمعلومة مفيدة. كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا أخوك الصغير، يا ريت أكون بقدر أتشرف بيكم وتتشرفوا بيا، ويا رب جاه النبي كل واحد يفرح اليومين دول، عشان اليومين دول فيهم بركة من عند ربنا. وأتمنى اللي يشوف الفيديو بتاعي يعمل لي لايك وشير ويفعل الجرس ويشترك معايا في قناتي عشان يشوف كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.